بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. عندما تكون الدولة قيادة ومؤسسات وشعبا إيد واحدة فلا تعجبوا. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 723، تبدو فيها مصر الرياضية إيد واحدة. ده مش الرياضية، احنا لسه خارجين من انبهار بتاريخنا الذي استدعيناه في افتتاح الأقصر، والعالم كله شاف العمل العبقري واللي كل تفاصيله ما كانتش غايبة عن متابعة القيادة، يطلع بهذا الإبهار. وبعدين ما يحدث في الأيام الماضية من تلاحم بين المؤسسات وتوجهات الدولة وقياداتها مع تفاصيل شعبها، شيء بيفسر لك سبب كل هذا النجاح وكل هذا يعني هذه الإنجازات اللي تبدو معجزة. هي معجزة بالفعل، فيها الكثير من التفاصيل والكواليس، نأتي عليها في حلقة مهمة. هذه أبرز عناوينها. مقالي وما قالوا، رسالة الرئيس واستجابة الأهلي. الغربال حقوق طبيعية أم منحة وزارية؟ وبعضمة لسانه اسمعوها من مهند أو حفيظ. والشموع الحمراء عن عمر سلطان باشا. لكن أسرار الملك عن المدفعجي. ومجلتنا من 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة.